من أعظم المحرمات وأشد الموبقات اللي منتشرين ما بين الناس من القدم هو السحر، خصوصا ما بين المسلمين اللي زاغت الأبصار ديالهم عن الحق وباعوا الأخيرة ديالهم قبل واحد الأمر اللي ما غاديش يدوم لهم أصلا في الدنيا، مع علمهم باللي أنه حرام وخطير. هذا النوع نتاع الناس اللي كيأذيوا خوتهم بإعراضهم عما جاء في التنزيل، وغادي يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، ولا الطلاسيم والتعاويذ كيقدموها هي الأولى على كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. في حكاية الليلة ديال العائلة اللي غادي تشتت بسبب السحر، واللي غادي تحكي لنا بلسان طرف من هذه الأسرة حقائق وبوح من آلام ومعاناة اللي غادي تعرضوا لها من طرف شياطين الإنس، مع تفاصيل واحدة أخرى اللي غادي تكون عبرة لكل مستمع. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي ليك. ان شاء الله يلقاكم فيديو الليله على خير. للتذكير هذه حكايتي هو برنامج اللي فيه كيشاركونا الناس الحكايه ديالهم اللي واقعيين للعبره وليس للمتعه. برنامج للهدف ديالو الاسمى اننا نحاول نوعيو فيه المراهقات واباء وامهات. فاذا كنت جديد على القناه كنقول لك مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار فالدار دارك. ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم وانكم تشاركوا الفيديوهات ديالي او لهذا المحتوى مع الاقارب ديالكم باش الفائده تعم، وهذا كله فضلا وليس امرا. ودابا غادي نقول لكم لنبدا. كتحكي لي صفاء كاسم مستعار اختارت ليها على ما كتعاود ليا ماما بلي انها تزوجات بالاب ديالي عن حب. هي كانت عندها 18 سنه وهو كانت عنده 20 سنه، يعني كانوا تقريبا في نفس السن. هو ما كانش ميسور ولكن كانوا تيبغيو بعضهم، واخا جدتي اللي هي الام ديال ماما كانت كتقول ليها بلي انه ما تديهش حيت غير غادي تكرفس معاه وبلي انها تعيش في العذاب معاه، ولكن هي ما سمعتش ليهم. فاش تزوجت انا غادي نحل عيني على المشاكل والصداع والمعيور، وماما ديما مضروبه في عينيها وديما مطيح ليها بابا شي سنه. ما كانش العاطفه الاسريه وما شفتش هادشي اللي حكيت لكم في الاول بلي هاد زوج طرفين تزوجوا عن حب. ما كاينش حنان الاب وما كايناش شي حاجه سميتها الحب في الدار، علما انهم كيبغيو بعضهم، ولكن انا عقلت على راسي وسطهم كانوا ديما المشاكل والصداع والغوات. كنت ديما تنشوف عائلات مجموعين وما كنتش كنعرف المعنى ديال شنو هي العائله، حيتاش ما كنتش وسط منها. خوت بابا ما كانوش تيدويو معاه، ما كنعرفش عمي، ما كنعرفش عمتي، ما كنعرفش ولاد عمامي، ما كنعرف شنو هي العائله. وانا صغيره فاش ماما مشات كتخدم ما كانش لي يقابلني، كانت تضطر باش انها تخليني عند الجيران اللي هما بدورهم عندهم الذكوره في العائله، اللي حاولوا باش انهم يتقربوا مني ما مره ما زوج. وانا بنت 7 سنين والله شاهد على ما أقول، تعرضت لبزاف ديال محاولات اغتصاب وانا صغيرة، وما كنتش كنقد نعاود هادشي لشي حد. الأم ديالي هي اللي رباتني وهي اللي كبرتني وهي اللي شرات ليا من الكتوبة الحوايج وحتى كل ما كان تيخص الدار. هي اللي كانت كتخلص حتى الظلمة حيتاش كانت خدامة واحد الخدمة قد الحال. بابا كان تيعرف أنه يحط لها غير 30 درهم في النهار وصاف، اللي فيها الفطور الغداء العشاء، ما كانش كتكفينا وما كناش كنشبعوا في كروشنا بها. كانت ماما ديما هي اللي كتزيد في المصروف وهي المعين الوحيد. كبرت وصلت لسن المراهقه، لما كنت كنبغي نخرج مع صحابي كنمشي عند بابا تيعطيني درهم. ديما كنت خارجه معاهم وانا حشمانه، هما كيمشيو للقهاوي المطاعم، انا كنت نقول لهم ما فيهاش الجوع، كنلقاهم كيضحكوا عليا وكيتغمزوا عليا وكيشوفوا فيا بواحد النظرات ديال الاحتقار حيتاش ديما خارجه معاهم وجيبي ما فيه حتى شي ريال. اولا بعد خطرات هما تياكلوا وانا كنشرب غير العصير حيتاش ما عنديش باش نخلص على راسي. كانوا صحابي وقت ما قالوا لي نمشيو للدار كنت نتهرب حيتاش كنت ساكنه في واحد الحي اللي شعبي بزاف وما كنتش كارضه. فاش تزادت اختي كثروا المشاكل والصداع وبزاف ديال الحاجات، اما الماكله ما كانتش كتكفينا. ماما هي اللي كتخدم وهي اللي كتكافح علينا، منين كتحل عينيها كتخرج تخدم وتقرينا وتزيد تحط المصروف من عندها، وديما ما كتسمعش كلام زوين من عند بابا، ديما تيعايرها. وحيتاش كنا عايشين في وسط هذا المحيط اختي ما دارتش راسها في القرايه، وانا صاحبت مع اصدقاء السوء ودرت شحال من حاجه خايبه، بحال انني جربت نكمي، جربت ننتحر، حيت كان عند بالي بلي انه اذا درت هذا الشيء غادي نهرب من هذا الصداع والمشاكل ومن هذا الواقع اللي ما كنتش قادره عليه. بقينا بحال هكاك كل نهار حياتنا غادي وكتكفس. واحد النهار في الصباح كنت خارجه من الدار وانا نلقى نص الراس ديال الحولي مرمي في واحد الجريده صغيره دارتها ماما قدام الدار ديالنا. عيطت عليها هزاتو داتو لبابا وراتو ليه، ما دار حتى شي رده فعل. وقت ما خرجت كنت ديما يا اما كنلقى شي حاجه مرشوشه ولا مليوحه، حنا بيناتنا شي ما تيحمل شي والمشاكل غادي وكتجهد. فاش نكونوا في الزنقه تنكونوا مزيانين، غير كندخلوا للدار كنوليو شي كره شي، كندابزو وبابا كيضرب ماما وهي غضبانه. عمرنا ما تجمعنا على الطبله بحال الناس، وديما دارنا حشاكم خانزه
واخا كتعيا ماما ما تنقي فيها، باقي كنعقل وحق لا اله الا الله. واحد النهار كنت ناعسه في السرير ديالي وبحال شديتي شي بوطه وخبطتيها فوق عليه حتى تهزيت انا وياه. وقت ما تفكرت شنو كان كيوقع ليا والاحلام اللي كنت نشوف بحال الجامع اللي رايب كانت يتعاود لي في الاحلام ديالي، اولا تنكون فايقه وتنحس بشي حد حدايا ولا شي حد كيقجني، لحمي كيبدا كيتشوك عليا. ليومنا هذا ما بقيتش كنحمل اختي ولا بابا، المهم شي ما عقل على شي في ديك الدار. خرجت من المدرسه في السيزيام، القرايه ما قدرتش نركز فيها، وانا عندي 18 سنه. واحد النهار بابا ضرب ماما، من ديك الساعه ما بقيتش كندوي معاه لمده 3 سنين. واخا كنا مجموعين من تحت سقف واحد، زوج جمال اللي كانوا تيجمعونا، واش بغيتي تاكل ولا واش بغيتي نسخن لك تاكل. كان فيما هو دخل الدار كنت نخوي البلاصه اللي هو فيها، وهذا الشيء دام لمده 3 سنين. واحد المره نسى تليفونه وجاه ميساج من عند واحد المراه اللي كتقول ليه انا كنتسناك في واحد البلاصه الفلانيه. هزيتو ليه قريتو وخليته مفتوح باش يعرف باللي قريتو. كانوا ديما تيجيو اتصالات ما كيجاوبش عليهم حدانا، اما ماما كانوا ديما تيجيو تيقولوا ليها راه شفنا راجلك لهيه راه كنوقف مع وحده. حتى من صحابو كانوا تيوصلوا لهاد الهضره لماما. المهم غادي تستمر المعاناه حتى لواحد النهار غادي نمرض فيها لمده 3 شهور، فيها ما كنبغي نشوف حتى شي حد ولا نهضر مع حتى حد. تغيرت في وجهي ونفسيتي مرضات. قالوا الماما راه عندها مس، جبت لي رقات حتى بقيت كنتعالج بشويه بشويه. انا غادي ننصح ولكن داكشي اللي كان فيا غادي ينتقل للام ديالي، ما بقى حتى شي حد كيحملها. خرجت من الخدمه واكتئبات ولات كطيح، بقينا هكا وسط هاد المعاناه رغم انه ماما هي اللي اثات هاد الدار بكل ما فيها. عرفتوا شنو دارت؟ غادي تسمح فيها وغادي تطلق هي وبابا وغادي تمشي لدار جده الله يرحمها. ديك الدار اللي كانت عندها كبيره ولادها اللي هما خوت ماما كلشي كان عايش في الخارج وميسورين، الا واحد زوج خوالي اللي بقاو فيها، واحد سكن لتحت والاخر خدا الفوق كاع، وبحال كاين بحال ما كاين حيتاش كان ديما مقلوب بالخمر. فماما خدت واحد البيت الفوق غادي تديني معاها حيت انا بقيت لاصقه فيها. اختي فضلت انها تبقى مع بابا، بقات كتعاطى الممنوعات وكتاذي راسها واختارت باش انها تبقى في الدار. فهاد الفتره كل واحد فين كان جالس، ما كانش الاب ديالي كيسول علينا ولا مسوق لينا، حتى محاوله الصلح ما كانش. هاد خالي اللي كان ساكن لتحت عنده واحد البنت كوبي كولي ديالي كتشبه ليا بزاف ولكن كانت تطير، هي مع الدراري، هي في الطوموبيلات، هي في الموتور، هي في الدروبه. انا في هاد الفتره كنت غير جالسه مع ماما في داك البيت وكنت نعرف بلي انه بنته راها قويفزه، ما كنتش اصلا كنتفاهم معاها. واحد النهار بانت ليه من بعيد مع شي دراري وسحب ليه بلي راه انا، وجا عطاني هلكه ديال العصا. مره اخرى عاوتاني كنت جالسه مع ماما وحصل بنته مع الدراري، هربت ليه في الدروبه حتى دخلت للدار، غير وصل عندها ودخل وسولها، قالت لي لا راه ماشي انا، راه صافا جا عاوتاني ضربني وضرب حتى ماما. انا ما تنخرجش من الدار بسبب بنته غير باش ما نسمعش عليا شي كلام ما تيعجبنيش، دوز عليا المعاناه وطعن في شرفي واتهم ماما بالفساد. ما تقولوش باللي راه خوها، فين ما كان تيشوف بنته راه نازله مشي موتور ولا خارجه مشي درب كتقول لي راه صافا، تيجي ديريكت لعندي. ما عرفش واش بصح تيصحاب لي باللي انا ولا كان تيجي يبرد فيا دوك الاعصاب ديالو. فبحكم انني خرجت من القرايه وماما ما بقاتش خدامه وخاص لي يصرف علينا، فبديت كنعطي في السيفيات ديالي ولكن والو، بحكم انه المدينه فاش كنت ناس نسكنو كانت صغيره فما كاينش فرص ديال العمل. واحد النهار غادي نقرر باش انني نمشي لواحد المدينه اللي فيها نقلب لعل وعسى انني نلقى شي حاجه. وانا داخله مع الباب ديال المحطه غادي نلقى واحد السيد آية من الجمال وكيف داير، واللي عرفني انا شخصيا عرفني بلي انني انسانه نيه وكنتيق اي حاجه. فكنت ديك الساعه هز معايا دوك السيفيات ديولي في يدي، جا وقف عليا وقال لي واش كتقلبي على خدمه؟ قلت ليه اه، قال لي اعطيني السيفي ديالك، انا راه عندي شركه في هذه المدينه اللي كنت انا اصلا غادي عليها. قلت ليه ها هاك واحد، عطيته ليه. قال لي اعطيني الرقم ديالك، عطيته ليه. طلعت الكار مشيت لديك المدينه، قلت اجي نقلب مازال واللي ما بعيداش علينا بزاف واللي نقدر نمشي ليها حتى بالطوبيس. وصلت ليها وفيها فين فرقت السيفيات ديالي، رجعت بالليل من الدار وبقيت خدامه كنفرق ما غنرجع حتى الليل. بالليل غادي يعيط لي داك السيد اللي تلاقيت بالنهار، قال لي واش تبغي تخدمي معانا؟ قلت ليه ها. قال لي اجي غدا مع 8 واجي وانت لابسه الحوايج ديال الرياضه. قلت ليه كيفاش انا غادي نجي ندوز امتحان باش نخدم، علاش الحوايج ديال الرياضه؟ قال لي لا راه غادي نفطروا. قلت ليه نعم، انا راه ما جايش باش نفطر ولا ندور، انا راه جاي باش نخدم على الوالده ديالي ونكون نفسي. قال لي اها صافي واخ حتى الغدا ان شاء الله نتلاقاو. انا فرحت مشيت بشرت ماما وقلت لها غادي نمشي نشوف هاد الخدمه، وبما انها كانت كتعرف شي ناس تما قالت لي جلسي عندهم بيد ما تثبتي الامور ديالك. اللي غد ليه فقت بكري
مشيت شديت الطوبيس غادي يحطني في ديك المدينه، غلقى هاد السيد كيتسناني وكان لابس الحوايج ديال الرياضه. سلام سلام لاباس، يلا نمشيو للشركه. شويه قال لي يلا نتمشاو ومنها نتعرف عليك ودير شي كوبي لاكارت ديك باش تعطيها ليا. المهم داكشي اللي درت وبقينا كنتمشاو. شويه تيقول لي انا راني تقلب على المراه ديال الزواج وبغيت نتزوج وبغيت نفعل، وبدا كيعاود لي القصه ديال حياته، تيدخل كيخرج في الهضره. انا ما فهمت والو، حتى تيشدني الشك. شويه بقينا غاديين حتى كنلقى راسي في وسط واحد الغابه فين كانوا الناس تيجيو باش يديروا خرجات تيجلسوا مع العائلات ديالهم. تيبان لي الناس وتيبان لي العساس، قلت ماشي مشكل. واحد شويه قال لي وقفي هنا، ويجرني لواحد البلاصه خاويه في واحد القنت في الغابه. طحت وبقى كيجرجر فيا، انا كنبكي وكنزوق فيه ما فهمش شنو واقع. شويه غادي يطلب مني باش انني نتجرد من حوايجي والا غادي يذبحني. كنطلب وكنزوق فيه، حيد لي تليفوني صاكي بالخلعه اعزكم الله فزكت حوايجي. ما عرفش شنو ندير وما عرفتش شنو واقع، ما قدرش نستوعب الوضعيه اللي انا فيها. دابا كنتفكر دوك اللحظات كتجيني الرعده. فمن بعد ما جردني من حوايجي بدا تيصور فيا وانا تنبكي وكنقول ليه شنو درت ليك، شنو درت ليك، شنو بغيتي عندي، راني كنقلب على طرف ديال الخبز باش نهز امي. قال لي شفتي انا كنكره العيالات وانا خرجت من الحبس باش ننتقم منكم واحد بواحد. قلت له انا راه ما درت والو، انا راني غير بنت دارنا. وكنبكي. قال لي اه داكشي باش اختاريتك انت وهذه هي خدمتي، نوقف المحطات باش نقصدكم النيشان. ما رحمنيش وانا تنغوت الصوت كيمشي ليا، تيقول لي راه والله ما سكتي حتى نذبحك دابا، وحتى حد ما يسيق لك الخبر. هو تيحاول باش انه يتعدى عليا وانا بكل جهدي مزيره راسي باش كنتحمى منه. هو يجر وانا كنجر، وفاش بنت لي خير تنغوت وانه يقدر يتفضح في اي لحظه. قال لي شوفي لبسي حوايجك، وهو شدني من جهه والموس كان شادو من جهه، وبقى غادي بيا في الطريق وتيقول لي ما تهضري ما تململي زيدي وانت ساكته. حتى وصلنا عند شويه ديال الناس تيبانوا لينا، هرب وخلاني. طحت حتى جاو هزوني شي ناس، مشيت درت شكايه ما قدروا يديروا والو. قالوا لي بوروده راه سبقك شحال من واحد بنفس المواصفات، علاش انت عطيتيه السي في وعلاش مشيتي معاه؟ بقاو تيلوموني وما عطاونيش حقي وما قدرت نقول لماما والو. ماما كانت كتعيط لي في التليفون لقاتو مطفي، وبما انها كانت عاطياني شي بركه مشيت شريت بها التليفون واحد اخر اللي درت فيه لاكارت وعيطت ليها وطمأنت عليا. مشيت جلست 3 ايام عند هذوك الناس اللي صيفطاتني ماما نجلس معاهم. غدا جايه الكوميساريه تحد ما مسوق ولا جاب لي حقي. غادي نرجع لعند ماما فواحد الحاله كتخلع وكانت باينه على وجهي. ماما لحظتها بقات عليا مالكه بنتي غير قولي لي، انا ما قدرتش نبوح. من موراها تبدلت حياتي وبزاف، اللي داز عليا ما كانش سهل. غادي ندخل في اكتئاب، ما حلتي المشاكل ديال والديه ديال اختي، المرض ديال ماما ولا نفسيتي اللي تاذات بشنو وقع عليها. عطيتها غير الصلاه والعباده، ما بقيتش كنخرج من الدار وما بقيتش كندير بزاف ديال الحاجات، وكندعي غير بداك السيد ليومنا هذا. حسبي الله ونعم الوكيل فيه لدابا. وليت نوض نصلي قيام الليل واي حاجه كنديرها كندعي فيه، ما لقيت اللي يوقف معايا ولا اللي ياخذ لي حقي منه. شهرين بقيت على نفس الحال من هاد الصدمه اللي تصدمت في حياتي. بقيت عايشه مع ماما في دار امها، وكيف قلت لكم اختي الاخرى كانت جالسه مع بابا. بابا اذا تلاقات عينو في عينيا ما تيسول فيا ما والو، كيزيدو يخليني. واحد النهار ماما كانت جالسه حتى بدات كترجع حاجاكم غير الكحوله وغير نعسه في الفراش، ونفس الاعراض جاو حتى لعند بابا. ما عرفناش شنو هادشي ومنين تسلط علينا. ماما كتمشي عند الرقاه تيقولوا ليها بلي انك كليتي التوكال، وكاين اللي تيقول لها بلي عندكم السحر في الدار وبلي انهم ديور لكم الكراهيه، لا بينك ولا بين الناس ولا حتى مع ولادك. تدمرنا وتفرقنا، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان سبب. بابا مرض ما بقاش قدر يخدم، وجاه السرطان في الجسم ديالو كله تكال. طبا ما عرفوا ما يديروا ليه، بالليل ديما كان تيحلم بواحد المراه كتجي كتخنقو وحالته غير غاديه وكتدهور. مشى عند الرقاه وقالوا ليه بلي انه حتى هو عنده السحر. هنا فين غادي يقول لنا بلي انه عرف شكون السبب؟ واحد المراه اللي كانت بغاتو تفرق عليها قالت ليه عمرني ما غادي نخليك مرتاح، لا انت لا عائلتك. ماما كانت عارفه منين جاي هادشي، اما اختي بدورها كتشوف دوك المعاناه كتزيد تمرض نفسانيا وما كتقدر تقول والو. انا عطيتها الصلاه والعباده، كنطلب الله يخرجها من هاد الدوامه ومن هاد الظلام اللي في حياتنا. بقيت غير الصلاه والاستغفار حيتاش لقيت راحتي وكنداوي نفسي بهاد الطريقه الروحيه حتى وليت انسانه وحده اخرى. واحد النهار غادي نتعرف على واحد السيد في انترنت، وليت يسكن خارج المغرب. تعرفنا شي ايام وقال لي بلي باغيك للزواج، وافقت غير باش نهرب من هذا المحيط. ما كانش همني كيفاش داير ذاك الانسان قد ما همني انني نهرب وصف. جا عند ماما تزوج بيا ونساني بزاف ديال الحوايج، الحمد لله عوضني حوايج كثار. غادي نحمل بنتي وغادي نسق الخبر بلي بابا
مات. تأزمت لدرجة أنه حتى الجنين في كرشي تآذى من المشاعر اللي كنت كندوز ليه. ما بقيتش بغيت ناكل وما لقيتش اللي يواسيني في الغربة. 4 سنين ما شفتوش، ما تسامحتش معاه. كنت مرة كندوي معاه وكان تيسولني فوقاش غادي تجي نشوفك. عانيت وجاتني صعيبة وما استوعبتهاش، واخا كان قاسي معانا ولكن كان بحال شي حلم. تنقول واحد النهار غيتقاد كلشي. واخا كانت مطلقة منه، ماما كانت ديما كتدي للطبيب وهزته في الشهرين الاخيره قبل ما يموت، وكان تيقول ليها ما عرفش علاش كنت كندير معاكم هكا، ندمت. المهم توفى. ماما بقات كتعاني اليومين هذا من الالام، وكل نهار كطيح. بعض الخطرات كتجي عندي، بعض الخطرات كتبقى في المغرب. اما اختي نقتها وجبتها لعندي. في عز هادشي كله ما لقينا حتى شي حد، ورغم انه ماما عندها خوتها كلهم لاباس عليهم وعايشين في الخارج، حتى حد ما مد لينا شي يد معاونة. دار جدة اللي كنا فيها الله يرحمها، واللي فيها هذاك خالي اللي طعني في شرافي وحاول شحال من مره باش انه يخرجنا من بزز، حيتاش ما كانش باغي باش انه اختو تجلس في ديك الدار اللي هي ماشي ديالو بوحدو. كلشي في خوتها تيقول ليها رجعي في حالك، علما انه الام ديالي تكرفصات مع الاب ديالي، ما عندهاش فين ترجع. كانت هي الراجل وكانت هي المراه، وهبت شبابها وحياتها وكل دقيقه في حياتها كتجري غير من مورا باش انها تعيشنا بحالنا بحال الناس. السحر خرج عليها على صحتها وخرج ليها على دارها. بابا فانا مسامحه دنيا واخره، حيتاش عندي يقين باللي انه هادشي كان فوق من طاقته وما كرهتكمش انكم ترحموا عليه. اما ماما حاليا وحيده، جات عند اختها من الخارج وهدتها باش انها تخرج من ديك البيت في الدار ديال امها، احتقرتها وهانتها، ولكن هي غير ساكته ومفوضه امرها المولانا كتعرفش العيب. هي مره عندي مره في المغرب، ما كتبغيش تبقى معايا حيتاش حتى انا ظروفي على قد الحال وكتحشم من راجلي. اخ ماما هذاك اللي ما كيسواش عمره ما تفكرها حتى بكاس ديال الحليب يدخلوا عليها البيتها ولا دق عليها في عواشر. عمرني ما نسمح ليه على المعاملات ديالو لينا والطعن الشرف اللي كنت نتعرض ليه والضرب. الحمد لله تخيلوا ربي خرج فيه الايات ديالو، حيتاش كان تيظلمني وحتى بنته فضحها ربي فضيحه كبيره. واخا تمتحنت دعيت ربي وفرجني في كل واحد فيهم. انا اليومين هذا مازال كل ليله كنعس وانا تنبكي حيتاش باقي الغصه ديال بابا في قلبي، حيتاش مات وانا في الغربه وما تواعدتش معاه ما تسامحتش معاه. دارنا دابا باقية مسدودة، ماما سمحت في الفراش في كل شيء، حتى حد فينا ما عنده الجرأة أنه يمشي يحلها، أو لا ماشي حتى الجرأة ما كنقدروش. ماما إلا مشات تحلها يا إما كتطيح يا إما كتمرض كيوقع لها شي حاجة ما كتقدرش. أي حاجة ضربت عليها تمارة بقى تما كتغبر. أنا ما كنقدرش نمشي لدارنا حيتاش غير بمجرد ما كنتفكرها كتجيني الخنقة. أختي بوحدة اللي كتقدر تمشي ليها ولكن ما كتقدر لا تبات ولا تجلس، باقي حتى هي فيها حقد، ومرة مرة كتجي هذيك الحالة ديال الخنقة وبغى غير العزلة. حتى حد فينا مازال ما تصالح مع الماضي ديالو، واخا تزوج ولاد واخا جبتها حدايا واخا بابا مات، باقي المعاناة ديال الماضي بحال شي كاسيطة كتعاود. أنا مسامحة لبابا واخا ما احتضنيش، واخا بزاف ديال الحوايج كنطلب من اللي تيسمعني دابا يترحم عليه من قلبه. قاسيت وعانيت ومصطلحات اخرين من هذه العائله، ولكن لما جئت ربي بقلبي ما خلانيش ودار لي مخرج وعوضني خير الحمد لله. اقسم بالله من تقربت من الله وشديت في صلاتي وما طلقتهاش حسيت بالراحه وقدرت نعالج بها راسي. فعلا باقي كنعاني من الالم النفسي وباقي كنتفكر الماضي، ولكن من كنتقرب لمولانا كنلقى راحه نفسيه عجيبه اللي عمرني لقيتها في بلاصه واحده اخرى. عمرني ما قدرت ننسى المشكل تاع هذاك الوحش. كنقول الحمد لله هو اللي خلاني ندق باب مولانا ونوض الفجار وندعي ونسبح ونختم القران ونذكر. صبرت بزاف وربي عوضني خير. كنت ديما تنقول يا ربي صيفط لي شي ولد الناس يسترني، راني ما تليت باغا والو، لا فيلا لا طوموبيل لا فلوس، بغيت غير نخرج من هاد المدينه ونستر راسي. الحمد لله تقيت باب ربي وربي عوضني بزوج صالح والوضعيه ديالي تحسنات وبزاف، وكنحمد عليها الله كل وقت. اي واحد عنده شي هم يدق باب الخالق حيتاش حاشا واش يرجع يديك خاويين. وهذه هي حكايه صفاء. صراحه كل شيء قالته ما بقى لي ما نزيد. عندي نقطه واحده اللي غادي نقول، هي انه الله ياخذ الحق في كل ساحر، والله يفيق بعيبه وبالاذى اللي تيدير للناس. ما عرفش كيفاش كيفكر هذا النوع ديال البشر اللي كتعطيه نفسه وخاطره ودماغه انه يمشي ادي عائله واشخاص. كيفاش كيقدر يرتاح؟ كيفاش كيقدر ينعس بالليل؟ ومثلا اذا شي نهار مات وذاك الانسان مات ومات بسببه، كيفاش يدير مع مولانا؟ ما كنظنش بلي انه مولانا كيسمح بحال هاد الناس، خصوصا اذا تسبب القتل او لا تشتات لعنت عائلات. كلام طويل في هذا الباب، وانا نقول لكم يا متابعين يا كرام غادي نخلي لكم نتوما التعاليق وابدعوا في طيبوبه قلوبكم لصفاء لانك تستحق كلام جميل. ما نخافش عليكم، عارفكم بلي انكم سخيين، انتظركم في تعليق. دمتم في رعاية الله وحفظه، تلقوا في مقاريب بعد غدا يمكن. سلام سلام.